5 أدوات رهيبة يجب عليك أن تمتلكها. في هذا الفيديو سنتعرف على أدوات تحمي خصوصياتك بشكل مبتكر وتقنية. تعرف عليها. أولاً ويلي هو جهاز مبتكر، وهو يحول أي سطح إلى واجهة ذكية لكي يصبح العالم بين يديك. فهو قادر على السيطرة على أجهزة المنزلية الذكية الخاص بك والبرامج المختلفة، وهي أول أداة في العالم تعمل بالموجات فوق الصوتية، ويتم استخراج خصائص صدى الصوت ثم يتم ترجمتها إلى تعليمات مختلفة إلى أجهزة إنترنت الأشياء باستخدام خوارزميات متقدمة لتصميم الأجهزة والبرمجيات. ويتم التحريك للتحكم في أي شيء في هذه الآلة عبر تعقب حركة الإصبع أو اليد البشرية، وهو سيجعل الحياة أكثر من رائعة. وأيضا يستخدم في التحكم بصوت الموسيقى أو درجة الحرارة. والآلة لها تحكمات عديدة لتعمل على نطاق واسع في المجالات العسكرية والسيارات والطائرات بدون طيار. ثانيا كيوب هو عبارة عن باور بانك، وهي أول أداة ذكية للهاتف المحمول متعددة الوظائف في العالم مع كابل متكامل. وهو قارئ بطاقة الذاكرة، وهو مسجل عليه حسابات البنوك الذكية ومزود بكابل مدمج وقارئ بطاقات الذاكرة. كما يمكن أن تتصل بأقراص الذاكرة المحمولة والكابلات، وهذه القوة الكاملة تناسبها في جيبك، فهو صغير الحجم بما يكفي لوضعه في جيبك أو في حلقة المفاتيح الخاصة بك، بحيث يمكنك مصرف الطاقة الخاص بك. ولديه إمكانية نقل قصوى، ولكنه لا يوازنك أبدا. والذاكرة تصل إلى 64 جيجا بايت ومتوافق مع أي كمبيوتر. كيوب هو أيضا مكان مثالي للحفاظ على أمان بطاقة الذاكرة مايكرو اس دي. ثالثاً ذا لوكينج جلاس هو عبارة عن شاشة معاكسة ثلاثية وبها أبعاد فريدة من نوعها، وتستخدم مزيجاً من تقنيات الضوء والحجم، ويمكن لمجموعات من الأشخاص مشاهدة عالم ثلاثي الأبعاد افتراضي على مكتبهم والتفاعل معه بدون مساعدات من سماعات VR أو AR.
ولقد أنشأنا عددا من الأدوات لتمكين منشئي المحتوى ثلاثي الأبعاد من عرض أعمالهم بسهولة في The Looking Glass. تتوفر العشرات من التطبيقات المجسمة للتنزيل المجاني باستخدام مكتبة التطبيقات المضمنة في كل عبوة. تبحث عن زجاج يتضمن ذلك مقاطع الفيديو الحجمية وشرائط الأفلام ثلاثية الأبعاد وتطبيقات عارض المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد وأنواع جديدة من الألعاب ثلاثية الأبعاد والحيوانات الأليفة الافتراضية ومستورد ديكام وسيتي سكان ومعاينة طراز WYSI WYG3D لطباعة ثلاثية الأبعاد وغير ذلك الكثير. وبحلول نهاية العام سيتمكن منشئو المحتوى أيضا من مشاركة تطبيقاتهم الخاصة من خلال ملك الأبل ويز لوكينج جلاس في جميع أنحاء العالم. رابعا تاب هو جهاز إدخال يمكن ارتداءه في أصابعك للتحكم في العالم الرقمي والتواصل معه. فأثناء النقر بإصبعك أو تحريكه بهامك يتم إرسال الأحرف والأوامر إلى أي جهاز عن طريق تفعيل بلوتوث الهاتف أو الجهاز اللوحي والتلفزيون الذكي وكمبيوتر سطح المكتب والمزيد. فقط يتم النقر على إنشاء نص في كل مرة تنقر فيها على أصابعك، فيساعدك على إنشاء أحرف من خلال النقر على واحد أو أكثر من تركيبات الإصبع على أي سطح. خامسا هايديز هو مفتاح رقمي يساعدك على إنجاز العديد من المهمات وله أنظمة معينة منها. قم بإنشاء كلمات مرور لمرة واحدة للحصول على الأمان في التعاملات الخاصة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويتم عليه تخزين بيانات الاعتماد الخاصة بك بشكل آمن والاحتفاظ بها منفصلة فعليا عن جهازك الرئيسي. يوفر هايدي السيف أيضا مخطوطات إدخال كلمة مرور آلية لمعظم المواقع الرئيسية وتطبيقات الجوال، ولا يلزم وجود مكونات إضافية أو إعداد، ويحتوي على مستشعر RFID والذي يساعدك على إنجاز المهمات. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة على قناتكم قرية تكنولوجيا المستقبل. دمتم بخير وشكرا على المشاهدة.